من هم أهل القرآن؟ وما هي علامة الإيمان بهذا الكتاب؟ إذا أراد الإنسان أن يعرف هل هو مؤمن بهذا الكتاب أم لا، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فإذا علامة الإيمان بهذا الكتاب هي التلاوة، وأهل القرآن هم الذين يعملون به في الدنيا.